رشيد اجبرت راسي داير بين الشفارات قرزاوني وتعداو عليا ومن بعد خلوني يسمحوا فيا تما كانه انا ماشي انسان كلب ولا قاهر والو ملي نط كنجبر رزقي الداوه وداو لي رزقي من جيمي فلوس فلوس والبيرمي كارد غريز اوراق سياره كامله وداو لي السياره ديالي وشخشخوا لي الراس ديالي من هنا بواحد الطريقه اللي هي همجيه بالضبط النهار كان ديك النهار هذاك 9:19 على الرابعه مساء باقي النهار باقي ما ادنيتش الساهل فهاد التزيئات هشام كنت كنسوق والطوموبيل ديالي كانت مديماريا لي سيدي امارش وانا كنشوف التليفون هيدا ما جبرت راسي حتى جبرت راسي داير بين شفارك من نوع كبارين بسيوف كبارين وبقاو وقرزاوني وتعداو عليا وشخشخوا لي الراس ديالي من هنا بواحد الطريقه اللي هي همجيه خارجوني من السياره ديالي من الباب اللي كتجر في الجنب ماشي من بلاصه من كنطلع نسوق السياره ديالي مختنقا مع فاقد الوعي في غيبوبه لمده 20 ثانية ومن بعد خلوني يسمحوا فيا تما كانه انا ماشي انسان كلب ولا قال ملي كرفوني الغيبوبه ديالي يا سيدي بقات تقريبا 15 ثانية ولا 20 وانا غايب ما فطنش راسي واش انا في الدنيا ولا في الاخره المهم ولا كنحلم ولا خيد خدعه سينمائيه ما فهمت والو ملي نط كنجبر رزقي الداوه وداو لي رزقي من جيمي فلوس فلوس هيدا فلوس هذا المجرم هذا الحقير هذا المجرم اللي شاف عندي الباك هذا الفلوس في الجيم هنا قال ديك صاحبه قال له برك على دين امو مزيان كرف دين امها مزيان والبيرمي كارد غريز اوراق سياره كامله وداو لي السياره ديالي من نوع دوكر من الميتراكولا ديالها هي سيدي 40 با 44693 داو لي التليفونات جوج تليفونات واحد تليفون من جالاكسي جا 4 وواحد صغير هيدايا سامسونج هذاك انت هيدا ديال هذه الورقه ديال السكانير ديال الراس سيدي انا عندي الدق في الراس دابا انا كيحرقني هذا الشيء دراسي وداك الشيء ونطلبوا لربي نتشافى ونتعافى ونكون مزيان غير في صحتي الحمد لله وما الرزق يخلفه الله الصدمه مأثر عليا لانني انا عاد خلقت جديد انا ما كورانا في المقابر حفروا لي القبار دفنوني كورانا تنسيت ولكن الحمد لله ربي حياني ودابا كنبلغ الرساله ديالي توصل عند المسؤولين الكبار وكنطلب من المسؤولين الكبار يتحركوا معنا الله يجزيهم بخير وإلى آخره وكنصر سيدنا الله ينصره محمد السادس الله ينصره الله ينصره الله ينصره شكرا بارك الله فيكم. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.